هناك رواية جميلة ذكرها الحافظ ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، قال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، يروي لنا مشهدا من مشاهد الصحابة، قال إن عثمان بن عفان رضي الله عنه ابتاع حائطا، اشترى بستانا، الحائط البستان، اشترى بستانا من رجل فساومه على الثمن إلى أن اتفقا على ثمن معين، حتى قام على الثمن، يعني تمت البيعة، تم الاتفاق على الثمن. ثم قال عثمان للبائع أعطيني يدك، وكانوا لا يستوجبون إلا بصفقة، يعني يصفق يدا على يد، واليوم الناس يقولون صفقة تجارية لا يعلمون أصل هذه الكلمة، أصلها هذا، كانوا لا يستوجبون البيع إلا يأخذ بيده ويصفق، إذا صفق يدا على يد تم البيع، هذه هي الصفقة التجارية، وإحنا اليوم صفقتنا تجارية أخروية الحمد لله. فقال أعطيني يدك، فلما مد عثمان يده، لما رأى البائع يد عثمان ممدودة، وعثمان تاجر معروف وغني، طمع الرجل، أدركه الطمع وحب الدنيا عجيب، فقال والله لا أبيعه حتى تزيدني 10,000 درهم، يقسم أنه ما لا يبيع حتى قال تزيدني 10,000 درهم. فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف كان حاضرا معه، فقال عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل الجنة رجلا كان سمحا بائعا ومبتاعا وقاضيا ومقتضيا. السماحة هذه أخلاق الإسلام، وهذه هي السنة التي نريدها أن تشيع في مجتمعاتنا، السماحة، سماحة الأخلاق والحب والسعة وجمال التعامل. إن الله، سمعت رسول الله يقول إن الله يدخل الجنة رجلا كان سمحا بائعا ومبتاعا وقاضيا ومقتضيا. ما معنى قاضيا ومقتضيا؟ إذا وفى بما عليه من دين أو إذا طالب به يكون سمحا في هذا أيضا. ثم قال عثمان للرجل البائع دونك، أي خذ هذه 10,000 لأستوجب هذه الكلمة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل بالعلم، نسأل الله عز وجل التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين.